الجزائر تاع الجزائريين والمرابطه تاع الجزائريين والطاقاره تاع الجزائريين تو لي مينيستير ابارتي لوز الجيريان لالجيريا ابارتي لوز الجيريان لي الجيريان لازم ينتزعوها سلميه سلميه سلبيه كما يقول لكم فيها بعض الابواق ونسميهم ابواق اسلاميه في الخارج ابواق اسلاميه في الداخل ونرجعوا للموضوع هذا ويحوسوا يكسروا الحراك بالاسلاميين كي العاده الاسلاميين هما السم نتاع التطور الاسلاميين هما الخطر نتاع التطور الاسلاميين هما اخمج لعبه سياسيه ضد الامم من اللي بدا يلعب فيها معاويه وهما يعاودوا فيها الى اليوم قال لك معاويه خليفه موش خليفه معاويه سلطان والعباسيين سلاطين خلافه حبست مع سيدنا علي رضي الله عنه ومع عثمان مع ابا بكر ومع عمر وحبست الباقي بكل ولات تلاعبات سياسيه على اساس ديني الحق الوقت درك احنا سكان شمال افريقيا الافريقيه المسلمين الحقيقيين على دين محمد الحقيقي عليه الصلاه والسلام ماشي على دين المشعوذين تاع بنو اميه ولا تاع السياسيين احنا على دين محمد احنا شمال افريقيا راحين نكونوا لو بورت فلامبو نتاع الاسلام الحقيقي ماشي الاسلام المزيف تاع بطارق الصحراء شرابين بول البعير تاع امراء البلاستيك لابسين قناطر يركعوا في الماريكان ويوقفوا في بلدانهم وبربي ان شاء الله افيك لو كرويا سنشنها حرب داروس اعلاميه الكترونيه على دول الخليج ومصر معاهم اللي هم اعداء اعداء الثوره الجزائريه والهبه الشعبيه برافو 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 اليوم نقدر نقول نقدر نموت وانا مفتخر بالشعب الجزائري لانه الرساله ثوريه مكتوبه في الدم نتاعو والله ما قضى عليها واحد يا المراديه غير يحرقوها والبار يحرقوه ولا يربار يحرقوه كون ما تلبش المطالب نتاع الشعب وكذلك نوضح امر هام جدا ناس بزاف قالوا لي تسبيت كريم طاب وبومالا يا ولدي يا جماعه الشعب لازم يفهم سياسيا كريم طابو في اتجاه وانا في اتجاه واحد اخر من ناحيه السياسيه ما نحبوش ما نتعاملش معاه مضاد ليه لكن باش يكون كريم طابو في السجن ولا بومالا ولا علي خديري لا 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 مهما تكون تياراتهم انتماءاتهم فكرهم السياسي ما كانش واحد يمنحهم من انهم يكونوا في وسط المجتمع الجزائري يصولوا ويجولوا بالافكار نتاعهم احكيوا بها سلميتنا اقوى من رصاصهم هذه بلها وشرب ماها ما جاوكش بالرصاص جاوك بالمرض بالتهميش بالاعلام جاوك بنوع من حرب اخرى ما كانش الرصاص كون جات الرصاص الرصاص سهله اسرع حاجه هي الرصاص واسرع ثوره تخلص هي بالرصاص على هذه الناس يقول لك انت ضد السلميه يا ولدي انا مع السلميه الايجابيه مانيش مع السلميه تاع الناس عندنا بالنظام واللي قبل ما يديروا ديسكور يهزوا التليفون يعيطوا لقطر ولا تركيا ولا الامارات ولا السعوديه ويقول لهم واش رايكم واش نقولوا رحماني كي يهضر من منطلق جزائري بحت تاع رجاله والمخير فيكم يجيب لي حاجه بلي رحماني ينتمي القوة معينه او دوله معينه ابار الجزائر العدو الحبيب يشهد انه رحماني راجل وفحل والكرويا تاع فحوله ورجاله اي سورتو لو كرويا سي فريمون لالجيري لو كرويا سي لو برونجمون دو كرويا دو 1954 لو كرويا صح لجنة ثورية وطنية حقيقية وعندها المؤهلات باش درك الفا كومونسي لاكسيون ريال نتاعها بعد ما قرينا خارطة الطريق دركا راحين نبينوا النظام الفاسد هذا واش من سلاح في يدنا باش نحاربوه لانه الامور في العالم هذا تمشي على اساس منطق القوة سيت ان رابور دو فورس ما كان لا لي دروا د لام لا سياسة كوسماتيك تاع الايكولوجي هذيك تاع الهواء والكربون خرطي الماريكان فلاكوب 21 سنيه جا ترامب بدل رايه الدار شكون يهضر معاه تعرفوا علاه باسك عنده سلاح باسك عنده ارمي باسك ينترفني في العالم دونك لغه الطحانين والشكاير هذه لغه الضعفاء
لازم نكون انا من منطقه القوه وانا نكون رحيم من منطقه قوه، مانيش رحيم من منطقه ضعف، لان الرحمه من منطقه ضعف تعتبر ذل وهوان وطحين. كيما حبوا يفهمونا، كيما الطيارات اللي حوسوا يحركوها، كيما لي فونطوم نتاع التسعينات اللي حوسوا يلوضوهم، ما تقدروش. ايش لو دي تبون انت والناس اللي معاك، vous avez fait appel، حابين تعاودوا تحيوا الحركات الاسلاميه باش تسيطروا على الشعب وتقسموه، ما تقدروش. رانا في 2020 يا بهايم، الاسلاميين السياسه نتاعهم اكل عليها الدهر وشرب، عرفناهم دي زيسكرو، عرفناهم بانديه، عرفناهم دي بيدوفيل، عرفناهم tous les perversions qui puissent exister. شرحناني درك الشعب كي شكا هاد جيسبر درك فاق بلازم يفيق، لازم يفيق. لكن حاب تعيش كيما افغانستان والطالبان والسودان، تعيش تحت جماعه دارين الحي باه يسكرو كيوك، عاد واحد في الجزائر يقول له فلان كي يتلاقى فلان يقول لك واش رقالك والله صافي دير اسكرو. لا حاب تعيش مع لي زيسكرو، عيش مع الحي والقشاش وش باكوا. ولا حاب تعيش في العالم الجديد، درك رانا خايفين من واش جاينا من العالم اللي خارج الكره الارضيه. مثلا اونسيك يا ابارامون سيرو لي سينيو راديو رسو مثلا اي كي انتريك لا بلوبار دي اجونس سبيسيال، ما على بالناش واش راه كاين درك خارج لا بلانيت تاعنا. لا كان تبعتو ناس يعني يعني ما على بالهمش بلي جي با دو كاليفيكاتيف. عند اخر عمرك برقعه راح تموت رخيص، يعني كنت خاين مديقيزي درك راح تولي خاين معلن، ماشي مع النظام وتروح انت وبوشاشي ومدين معك مشكاره تاع بالعربي وتلاقاو علي بالحاج. علي بالحاج راجل عليكم، حابين تستعملوه كالعبه، لعب به من قبل العباس مدني والفيس، ما تلعبوش به انتم درك، ما يمشي لكمش الخطه، استقبلكم بضرافه برك، لكن ما يمشيش في خطتكم لانكم انتم تحرك فيكم مخابرات نيلو هذه الاخره. تعرفوا علاه؟ لانها المخابرات الجديده تاع الجزائر هذه نقولها ما تعرفش تخترع، ما تعرفش تستعمل، تشوف واش صرا من قبل وتحب تطبقوا. واش نقول لهم انا يا محافرات، واش صرا من قبل كانت اوضاع واحده اخرى وعقليه واحده اخرى ومنطق واحد اخر، لكن درك رانا في عقليه اخرى ومنطق واحد اخر. ما تقدروش تجيبوا حاجه صارت عندها 40 سنه طبقوها درك يا حمير. ايش لو دي يا حمير؟ انا ماني في حتى انتخابات، واحد ما قاعد يخلص فيا وما نستنى حتى واحد، ونقول كلمتي حره، انا حر. تعرفوا واش معناتها حر؟ هذه هي الحريه اللي نحب نقولوا نحل بوك نقولها له، واللي نقولوا يرحم والديك نقولها له. جو سوي ليبر، امازيغي حر تاع الصح.